وسهلا اخي جاسم ومشكورين على التواصل، بارك الله فيكم. يا مرحبا وسهلا فيك، معك عبر الهاتف عبد الله السعيدي لسعادتك. تفضل اخي الوهاب، بارك الله فيك. يا مرحبا وسهلا فيك. سعادتك، من خلال لقائكم بوكلاء العمل، ما هي ابرز المخرجات من هذا اللقاء؟ طبعا فيما يخص موضوع عقد العقد المؤقت، تعرف انت بعد ما نزل يعني هذا الموضوع في وسائل التواصل المختلفة والاستضافات اللي كانت أيضا مع مجموعة من سواء كان مع سعادة وكيل العمل للتدريب أو مع مجموعة من مدراء العموم، حدث كثير من التساؤلات خاصة من قبل المجتمع فيما يخص هذا العمل وفيما يخص هذا العقد، وخاصة كلمة مؤقت يمكن أثارت كثير من اللغط في هذا الجانب. نعم. وأيضا نحن كذلك كلجنة حقيقة حبينا أنه تتضح لنا الرؤية فيما يخص هذا العقد وآلية تطبيقه، وكذلك بعض المواد الموجودة فيه اللي يمكن كانت تسبب كثير يعني من 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 عدم الفهم فيما يخصها، خصوصا المادة رقم 4 اللي كانت تتحدث بأنه يحق لكلا الطرفين يعني إنهاء العقد وقت ما شاء. نعم. وعموما احنا حاولنا قدر الإمكان نستفسر عن بعض النقاط من ضمن هذه النقطة، وما تم إثارته في هذا الجانب. نعم. بأن بإمكان الباحث عن عمل بأنه ينهي العقد في الوقت الذي يراه، في حال تحصل على وظيفة أخرى يمكن تكون بعقد دائم أو في مكان أفضل، فيحق للباحث عن عمل أو من أو الطرف الثاني هنا في العقد بأنه ينهي يعني هذا العقد. نعم. أما بالنسبة للمؤسسة اللي هي المشغلة أو الطرف الأول، فعموما إنهاء العقد ينبغي أنه يكون بأسباب، والأسباب ينبغي أن تكون مقنعة، يعني لا يمكن للمؤسسة بأن تنهي هذا العقد وقت ما شاءت إلا إذا كان هناك أسباب بأنه يمكن يكون الطرف الثاني غير ملتزم بالعمل أو هناك مخالفات ارتكبت وغيرها من الأسباب المقنعة التي بالإمكان من خلالها أن تقوم المؤسسة بإنهاء هذا العقد. نعم. هذا فيما يخص موضوع البند الرابع. نعم. سعادتك، هل أقنعتكم هذه التوضيحات من أصحاب السعادة الوكلاء؟ أنا بقيت لاحقا عن موضوع أقنعونا ولا ما أقنعونا. نعم. عموما كذلك استفسرنا عن موضوع الترقيات، كيف يضمن من يعني تقع عليه هذه العقود المؤقتة بأن يحصل على الترقيات؟ الإجابة كانت بأنه كل مدد العقود المؤقتة تدمج مع بعض، ووقت ما وصل يعني صاحب أو الموظف إلى المدة التي من خلالها يستطيع أن يترقى فهنا هو يعتبر مستحق للترقية. كذلك تحدثنا عن موضوع الأمان الوظيفي. نعم. وخاصة فيما يخص أنه طبعا أصحاب هذه العقود سواء كانوا باحثين عن عمل أو غيره محتاج إلى قروض من البنوك، محتاج إلى قروض من شركات التمويل. هل هذه البنوك وشركات التمويل في حال أنه أنا مثلا عندي عقد مؤقت ستقبل أنها تعطيني قرض؟ هنا طبعا هذه النقطة كانت يعني حقيقة ما وجدنا لها إجابة واضحة، أو إنه محتمل في حاجة كذلك لدى الجهات المعنية بأن يكون هناك شيء واضح في هذا الجانب، بحيث إنه هذه الجهات يعني الخاصة كالبنوك وشركات التمويل أن يكون بند موجود فيها في هذا الجانب بأنها تقرض أو لا تقرض. نعم. سعادتك، بعد ما استعرضت أهم النقاط التي ناقشتوها مع أصحاب السعادة وكلاء العمل، دعنا يعني نبدأ معك حول قرار وزارة العمل رقم 97 على 2022 بإصدار نموذج عقد شغل الوظائف الدائمة للعمانيين، وتحدثت عن المادة الرابعة. الآن يعني المادة تنص أنه بدون شروط، يعني إنهاء هذا التعاقد يكون بدون شروط، فما تعتقد أن التوضيح اللي تلقيتوه يعني يناقض نص المادة 4؟ أنا طبعا نقلت لك الآن التوضيح الذي وصلنا من قبل أصحاب السعادة وكلاء العمل. نعم. وأنا طبعا نحن كمجلس يعني لنا تخوف كبير يعني من العقد حتى بأكمله، حتى من كلمة مؤقتة، العقود المؤقتة كان لنا أيضا فيها كلام. اليوم طبعا احنا عندنا يعني عدد كبير من الباحثين عن عمل. نعم. عندنا كذلك تعرف ان يعني الضغط الكبير اللي حادث الان هو ضغط الباحث عن عمل، وسائل التواصل تضغط بهذا الامر، وجود العقود المؤقته هذا يبعث بشيء من الريبه يعني في نفوس الباحثين عن عمل، بانه احنا يعني يمكن نتوظف لمده بسيطه وبعد ذلك
يعني بنطلع في أي وقت متى ما تشاء المؤسسة ذلك. كذلك التخوف الآخر يمكن أن تستغل مثل ما تم استغلال القرار السابق بعدم ربط المؤهلات مع يعني مع 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 الوظيفة أو المبلغ الذي ينبغي نستحقه يعني الموظف. يعني تخوفنا بأن المؤسسات الخاصة أو الشركات تستغل بأن يكون كل عقودها عقود مؤقتة، وفي النهاية ما دام أنه هذا العقد موجود وأصدرته وزارة العمل وتمت الموافقة عليه فلا شيء هناك يقدر الشركات بأن تكون عقودها دائمة. لكن نص القرار سمى العقد أنه عقد دائم، عقد الوظائف الدائمة للعمانيين، بينما تفاصيله تقول لك أنه مثل ما ذكر سعادتك مؤقت، يعني ممكن ينتهي في أي وقت. مؤقتة. إيش التفسير يعني ليش اسمه عقد دائم، عقد الوظائف الدائمة، ولكن تفاصيله وكأنها مؤقتة يعني تنهي هي هي, هي التفاصيل الداخلية بالفعل هي مؤقتة ولكن العنوان يعني دائم. ما تم توضيحه بأنه هذا العقد في الأصل في القطاع الخاص موجود يعني هذا ليس بقليل في القطاع الخاص، وموجودة عقود مؤقتة وتعتمد على حسب المشاريع، وهناك عقود سابقا موجودة يعني المواطنين أو الباحثين عمل يعني وقعوا هذه العقود. وأيضا الأمر الآخر بأنه هذه العقود المؤقتة يعني بالإمكان الاستفادة منها فقط ليس للباحث عن عمل، حتى الطالب في الجامعة في الكلية المتقاعد يعني يمكن من له وظيفة أخرى في مكان آخر يستطيع أن يدخل بعقد مؤقت لوظيفة أخرى، يعني يكون عنده وظيفتين في نفس الوقت. فهذه هم يحسبوها كإيجابية. يعني نحن ما ننظر للجانب السلبي اللي هو أنه يعني بتكون مؤقتة للباحث العمل. جميل. لا نحسبها من الجانب الإيجابي أنه أيضا يعني يستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع. الأمر الآخر بأن وجود العقود المؤقتة ما تلغي العقود الدائمة. نعم، قصدك ما تلغي التعيين بقرارات تعيين بدرجة مالية. نعم، قصدك ما تلغي قرارات التعيين بالتعيين بدرجة مالية. نعم ما تلغي. وكذلك يحق لمن لديه عقد مؤقت في حال أنه استوى نشر لوظائف حتى بعد ثاني يوم بأن يتقدم للوظيفة الدائمة. نعم. ولو حصل عليها على طول مباشرة يلغي عقد المؤقت. نعم. وينتقل للوظيفة الدائمة. نعم، سعادتك أفهم من كلامكم أنكم تجدون بعد هذه التوضيحات من أصحاب السعادة الوكلاء أنه وجود هذا النوع من العقود هو أمر جيد كشيء إضافي يعني إلى العقود. إذا إحنا شيء يعني قلنا لهم إذا لم تستغل استغلال في غير محله فهنا بتصبح في أزمة مثل ما وضح استغلال الشركات لها. أما إذا كان الهدف منها بالفعل بأن تخف أزمة وتساعد ذلك ممن لديهم وظائف أخرى بأن تكون لديهم عقود مؤقتة فهذا طبعا إحنا يعني متفقين فيه. لكن وجود إشكالية في موضوع إنه موضوع الإنهاء وبعد ذلك أيضا تخف كذلك العقود الدائمة فهذا الأمر حقيقة يمكن يسبب إشكالية في المجتمع. نعم، ما والخلاصة اللي وصلت لها سعادتك؟ الخلاصة فيما يخص العقود الدائمة طبعا سنلقينا سنرفع تقريرنا بإذن الله تعالى حول ما تم إثارته في هذا الجانب. نعم. وسنقدم رؤيتنا بإذن الله تعالى حول ما تم يعني حول البنود الموجودة في هذا العقد وسنرفعها بإذن الله تعالى كذلك إلى مكتب المجلس. نعم، خلي أنا أطلع خلاصة من عندي وإذا صح قول لي صح. الآن اللجنة وفق المعطيات الحالية مقتنعة مع شرط ضمان التنفيذ وعدم استغلال هذه العقود بطريقة. نعم. تؤذي يعني. نعم. تؤذي الباحثين عن عمل وغيره. نعم نعم. طيب سعادتك هناك موضوع آخر وهو بعد يشكل هاجس للنساء العاملات في القطاع الخاص حول ساعات العمل، ساعات عمل المرأة في القطاع الخاص. نعم. ما هو الجديد بهذا الشأن وهل قانون العمل الجديد مثلا سيراعي هذا الجانب؟ طبعا هو طلب إبداء رغبة كان توجه فيه سعادة الأخ مالك اليحملي ممثل ولاية بوشهر. تلخيصا لإبداء الرغبة طبعا هو سعادته يعني وجه للجنة هذا الطلب لمفاده بأنه يرى أن هناك فيه يعني فجوة ما بين ساعات العمل في القطاع الخاص والقطاع العام خاصة للمرأة، لأن المرأة لها ظروفها، يمكن أن تكون أم، يمكن أن تكون يعني تشرف على يعني على على والدتها وكذا، فظروفها تختلف عن ظروف الرجل عموما. نعم. فسعادته يرى بانه ايضا من مبدا انه تقارب كذلك الميزات ما بين القطاع العام والخاص انه بامكاننا نقلل ساعات العمل بالنسبه للمراه في القطاع الخاص لتتساوى مع القطاع العام، يعني بواقع 7 ساعات في اليوم.
عموما يعني وصلنا إلى نقطة أنه يمكن أنه أيضا يؤثر هذا على المرأة في الجانب الآخر، بأنه أيضا أرباب العمل لا يتقبلوا توظيف النساء لأنها بدها تشتغل 9 ساعات بتشتغل 7 ساعات، وهذا يمكن يؤثر أيضا في الإنتاجية الخاصة بتلك القطاعات. فكان الاتفاق بأن تقوم الوزارة بعمل استبيان يوجه إلى مؤسسات القطاع الخاص وكذلك إلى الأخوات العاملات في القطاع الخاص، بحيث أنه إذا في إمكانية بأن يعني تربط الساعات الزيادة هذه بالأجر، بمعنى أنه المرأة إذا أرادت من نفسها بأن تخفض من ساعات العمل على أن ينقص من الأجر المستحق لتلك الساعة، تحصل على الشهر وينقص الأجر لها، سواء أرادت ساعة أو ساعتين تتساوى مع القطاع العام. فعموما هم الآن التوجه بأنه يتم يعني العمل عمل استبيان في هذا الجانب، وعلى ضوءه بالإمكان التفاهم مع أصحاب المؤسسات بأن يتم بهذه الطريقة. نعم، يعني هذا يظل خيار مطروح. يظل خيار إذا هي المرأة بنفسها أرادت ذلك. نعم. كذلك هناك جانب آخر من ضمن المواضيع التي تم مناقشتها، وكان حول يعني تمويل برامج التدريب المقرون بالتشغيل. نحن في هذا البرنامج استقبلنا اتصالات كثيرة من مجموعة من المتدربين في مجموعة من الشركات اللي دخلوا في برامج تدريبية المفروض أنها تكون مقرونة بالتشغيل، ولكن تفاجأوا سعادتك أنه بعد انتهاء الفترة التدريبية قالوا لهم جلسوا في البيت ونحن ما عندنا إمكانية الآن لتشغيلكم. فما هي أبرز الجوانب التي نوقشت في هذا الموضوع، وإذا كان هذا الموضوع بالتحديد تم مناقشته كذلك؟ تم مناقشته نعم، وإذا هذا كان طلب إبداء رغبة. ما أكده أصحاب السعادة في اللقاء بأن هناك متابعة لمثل هذه البرامج، وبأنه الآن الاشتراطات والنظام الخاص يعني التدريب المقوم بالتشغيل يختلف عما كان عليه سابقا. الأمر الآخر يعني في حال أن وصلتكم حالات يعني في هذا الجانب من تأثر الباحثين عن عمل أو من التحقوا مثل هذه البرامج فنرجو إفادتنا بها. الآن اللي احنا تكلمنا فيه إنه بعض البرامج هذه المقرونة بالتشغيل تقدم خارج وزارة العمل، مثل ما حدث الآن في الأوكيو. يعني مؤخرا الأوكيو قدمت برنامج مقرون بالتشغيل ولكن لم يشغل، هذا البرنامج لم يقدم عن طريق وزارة العمل. كذلك في برامج أخرى أيضا قدمت عن طريق شركات أخرى كذلك استوى فيها إشكالية في موضوع التوظيف. لذلك هنا يعني احنا من ضمن الأشياء اللي طالبنا فيها بأن مظلة التدريب هذه تكون تحت مظلة وزارة العمل، وهي تكون المشرفة عليها وهي من تتابع كذلك المؤسسات بإلزامية تشغيل من تم تدريبهم يعني في هذا البرنامج. نعم. سعادتك، نظام الأمان الوظيفي حقيقة حل مشاكل كثير من المسرحين والمنهية خدماتهم، لكن هناك قلق دوري موجود للمنتسبين أو للمستفيدين من هذا النظام، وهو مسألة الستة أشهر. هذه الستة أشهر تحتاج في كل مرة إلى تجديد. لماذا سعادتك يعني لا يكون هناك يعني شرط انتهاء هذا المنحة من نظام الأمان الوظيفي هو توفر فرصة عمل بديلة؟ يعني هذا كان من ضمن التوجهات في البداية عن إعلان هذا النظام، ولكن بعدين شفنا أنه يعني ما كان من ضمن الاشتراطات. نعم، عموما هو الآن مع تحسن الوضع الاقتصادي وحسب ما تم ذكره لنا أنه هناك خلاص في مجموعة من الشركات اللي صرحت سابقا الآن بإذن الله تعالى ستبدأ بإرجاع من تم تسريحهم. نعم. هذا أولا. الأمر الآخر طبعا احنا نتمنى أنه بالفعل يكون هناك نظام أمان وظيفي يعني يقدم خدمة خاصة للمسرحين، لما خاصة في هذه الفترة لما نراه من ظروف وارتفاع في الأسعار وغيره، ولكن تقديمه يعني يمكن هم الأخوان في وزارة العمل يرتأوا بأنه أيضا ما يكون الشخص متعلقا بداية بنظام الأمان الوظيفي ويرى أنه هناك في منفذ يعني يغنيه عن موضوع الوظيفة الدائمة وأنه البحث عن وظيفة. عموما هم يعني طمنونا أصحاب السعادة بأنه الحمد لله الآن بدأت الشركات لإعادة يعني هؤلاء المسرحين، وفيما لو ظل هناك مجموعة يعني لن يوفقوا في الحصول على وظائف فنظام الأمان موجود إلى أن يتم إيجاد حلول لهم. نعم. سعادتك، شيء علوم ولا أخبار جديدة عن نظام أو قانون العمل وقانون الخدمة العامة؟ هل وصل إلى أروقة مجلس الشورى ولا لا زال؟ عسى الله يسمع منك ويصل قريبا، أترجاه يعني كما يقولوا إحنا المثل العماني يقول كما عواري ترجى.
وبعدنا نترقى نظام الإسلام يعني، ونترقى قانون العمل والوظيفة العامة ليصل إلى المجلس، لأنه حقيقة هناك في كثير من الأمور ينبغي كذلك أن تعالج ويطلع عليها. وهذا القانون لابد منه، ولابد أن يكون واقعا ملموسا ليحكم العلاقة ما بين أطراف العمل الثلاثة. أصحاب السعادة كان معكم، ما يعني توقع وقت معين لوصوله وجاهزيته؟ هم طبعا وزارة العمل خلاص رفعوا يعني عن طريقهم الآن الجهة اللي موجود فيها، أعتقد وزارة الشؤون القانونية تقريبا. نعم. وفي انتظار توصيله إلينا إلى المجلس بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك سعادتك. شكرا. شكرا. بارك الله.